كده واحنا لحد هنا. جالي بورش ندولك. لا نعم يلا خلاص عشان نقفل. ادم خلاص الفيديو خلص، روح شوف انت هتعمل عبر ما اعمل حاجات. الله خلص يا عمي. طبعا انا ما قفلتش الفيديو عشان اعمله كده كفاية. يا ادم اهدى. طبعا انا هحرق نفسي عشان ارجع للبيت. لا طوش هطلع احرق نفسي في الوضع. هسيب التحفة عشان الراجل اللي جوه نعرفه ان هو هنا وما يحرقش. ده مش عايز تريح هتضل ما يخش فانا هعمل. هنخلص دلوقتي. انت هيكسر الباب. فين ال الشيست؟ والله محتاج اعمل له شيست من الخشب ده. حط له الكل، مش عايز كل دول هما خشبتين.
أفضل حاجة. حاضر. دلوقتي افتح يا ده مهلك. يا ده مهدى قلت لك خلاص هبيد عشان يخش استكتين عندي ماشي عسكر المخشة ده حاضر والله يا ادم اهدى بقى هدخلك دلوقتي هدخلك بس لازم اعمل حاجة يعني انا لازم اعمل حاجة فين الخشب الازرق والله حاضر يا عالم ايه ده بقى النبي ده راح حل ماما افتحه دلوقتي بس اكتب له كده ايه فين يا عم مش مهم الاستيك قربت اخلص اهو الشيست خلص اكتبله احط له بقى ايه كده التصاميم بتاعتي كده واحط له كده والدايموند كلهم تلات دقايق بعدله حاضر اهدى 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 قلتله دي ندبر ده حاضر حاضر كده خلصت الهدية علي جاي افتح اهو عملت ايه بقى مالكش دعوة انت هتعرف لما تيجي انا اهدى يا عم قاطك كيف انت ولا لا قاطك احنا والله بص وراك
عن المغرب. انا ضحكت عليكم بصور ها والله بصور. طب اقفل الحال اقفل الحال انا حد يقول كده في وش المدمعين يا ابني. خد الهدية ده مش عايز. ايه مش عايز؟ خليها ده حتى حاطط لك بورشن 3 دقايق في النار يعني ضد النار. عارف اللي هو ضد النار. طب خدهم بس يعني البول ده حاطط الحاجات القوية دي تبقى حاجة حلوة. وانا معيش منها كان زماني هتطلب بس انا ما لقيت نفسي معيش. ده هنزل الكف مخصوص عشان اجيب لك اربع دايمون. ده طب ايه رأيك النهارده ندوروا على بتوع القوانين دول؟ مش النهارده بقى عشان زمان المتابعين ملوا. انا بكره لو انت عايز النهارده ممكن نقسمه الفيديو دوت ده فيديو حلو. مش عايز خلاص خليها روح وخلاص بكره. انت روح وانا هدور على بحثين بحث الدايمون. ايه رايك في الهديه؟ حلوه جميل. خد الاربع دايمون ده اعمل لك بيهم بول. وقفنا لحد هنا في سبسكرايب لايك وشير وسبسكرايب. سلام سلام سلام. اعطيني جولد انت يا ولد. لا لا خليها ضوّة مش هتيجي معانا. خلاص اقفلنا الفيديو بس. خلاص كفاية كده زمان هم ملوا. خلينا نعملوا فيديو تاني. رحت بدلت خلصت كل جولد عشان اطلع كل دول. ممكن دي كمان بتتحرق. لا بتتحرق بتتحرق والله. انا بجمع بلوكات نظر كتير. الريدستون كنت هغيره. ايه رايك نعمله مخزن قبل ما نقفله يعني لا. المخزن دوت هيكون سر بيننا احنا. لسه هنقعده ساعة. على فكرة ممكن نقسمه الفيديو ده لخمس فيديوهات عادي. ده اكتر من فيديو. دوت الفيديو التاني عشان ساعة عدت. هو فيديو واحد نحوله لخمس فيديوهات. نعمل مخزن بجد. ماشي. طب يلا جهز الحاجة. انت اللي هتصنعنا. راح النظر والله. راح النظر ليه؟ عمر هو ده دقيقة اكتر من ده. ده كم دقيقة؟ ده دقيقتين وخمستاشر ثانية. ايه دوت اكتر منه؟ دوت تلات دقايق. لا يبقى خد هذا. دوت اقل. عايزه اقل. انت عشان عشان انا ليه طلع ورا البواب عندي. حالا
ايه رايك في البلوكات الجديده؟ ايه بص ايش بيك سويتها يا حبيبي اسطوري. تعالى ندبو. بص اقدر اعمل ايه بقى؟ بس دول عندي منهم في البيت. تعالى بص. نعم. تعالى. ايوه. نكبوا البتاع علينا عشان هنستكشف. يدينا نايت فيجن برضه. يلا رجال الفضاء شوف شوف. ده جالنا احنا الاتنين. يلا. يعني نقدر نستغله لما احنا الاثنين نروح. يبي يبي ولا يبي. بس جمع بلوكات بس احنا ممكن نعمل لنا مكان سوي. عمر دقيقة نص ثلاثة واحد. دخلت على تحت في الغابة. لازم احاول يعني. عايزة اجي لك كده. كم دقيقة؟ ولا بقى دقيقة لسه دقيقة ونص. طب ليه مش راضي؟ انا في كهف لقيته سري تحت اللاب. يعني ممكن الاقي فيه. قول ايه بلوكات نادرة كمان. ديت نادرة جدا. انا عايزة اجيلك تاني. المشروب خلص الدقيقتين والنص عدوا. بص نعت البلوكات في كمان نوع تقدر تصنع فين. جمع كمان بلوك فين. هو الشاكل قلت الاربع بلوكات قلت دول في الكرافتنج ووزعهم.